قوله عليه الصلاة والسلام: ما من عام إلا وبعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وهذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام وخبر وصدق. الإشكال الوارد هنا أنه جاء عهد عمر بن عبد العزيز بعد عهد الحجاج، ومعلوم عصر الحجاج وما جرى فيه من الفتن ومن سفك الدماء، وذكرنا ما ذكره الذهبي وغيره في سيرة هذا الرجل. إذا قال نسبه ونشبه سفك الدماء واستهان بحرمة الكعبة، وله حسنات في بحور السيئة، مع ذلك أتى عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فكيف مع أنه ما يأتي عام إلا وبعده شر منه؟ هذا هو وجه الإشكال. فالجواب عن هذا الإشكال بما يأتي: قال بعض العلماء، وهو قول الحسن البصري، لما سئل عن هذا الحديث قال: لابد للناس من تنفيس، فإن الله عز وجل رحيم بهذه الأمة، ومن رحمته عز وجل أنه لم يجعل الشر والفتن متتابعة، وإن كان في الغالب أن الزمن المتأخر أشر من الزمن الذي قبله. القول الثاني أن هذا الحديث مفسر أو مقيد بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها. ولذا عد عمر بن عبد العزيز في ذلك العصر من المجددين. القول الثالث، وهو خاص بحل هذا الإشكال الواقع بين عهد الحجاج وبين عهد عمر بن عبد العزيز دون النظر إلى الأمور الأخرى، كيف؟ قالوا إن هذا الحديث، وهو قول لابن مسعود رضي الله عنه أو معضود بقول ابن مسعود رضي الله عنه، أن هذا الحديث إذا قل العلم في الناس، إذا قل العلم والفقه في الناس، ومن ثم فإن عصر الحجاج أفضل من عصر عمر بن عبد العزيز باعتبار من عاش في عصر الحجاج. إذ عاش في عصر الحجاج جملة من الصحابة، بينما في عهد عمر بن عبد العزيز بخلاف ذلك. ومعلوم أن العلم والفقه في الصحابة أكثر من غيرهم، معلوم أن العلم والفقه في الصحابة أكثر من غيرهم. ولذا قال بعض العلماء إن هذا الحديث يعد، قاسوا ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه، قالوا يعد من قبيل النظر إلى الجنس دون الأفراد. كيف؟ بمعنى أن من كان في العصر السابق أفضل من حيث العموم، لكن قد يكون في هذا العصر بعض الأفراد من هو أفضل، فإذا الحديث يتعلق بعموم الناس وأفرادهم. ولذا فإن في عصر أتباع التابعين من هو أفضل من بعض التابعين من حيث الأفراد، أما من حيث العموم فإن عصر التابعين ماذا؟ أفضل من عصر تابع التابعين، لكن لا يعني ألا يكون هناك أفراد من أتباع التابعين أفضل من التابعين، لكن لا يمكن أن يكون أحد من التابعين أفضل من الصحابة من حيث الصحبة، فلا يمكن أن يوازي الصحابة أحد في الصحبة. أما في الأمور الأخرى فقد يكون في التابعين من هو أفضل من الصحابة في العلم.